ونبدأ نتعامل مع الوصفة اللي جاية. هنعمل كده عصير سريع لطيف من العصاير الخفيفة برضو المنعشة. لو عندنا شربات مثلا فراولة أو شربات رمان أو أي حاجة من الحاجات اللي انتوا بتحبوها كأنواع شربات في البيت، ممكن نعمل بيه شربات بالسفن أو بالصودا، تبقى لطيف جدا. خلينا نقول كده احنا هنعمل ايه النهاردة. أول حاجة عندي في العصير، أنا عندي شوية فراولة وشوية رمان. نعمل السانشاين بالفراولة. عندي مية صودا أو صودا ممكن تكون سادة من غير، في بتبقى صودا ليمون بطعم الليمون أو بنكهة الليمون، احنا مش عايزين اللي هي بالليمون دي، أوكي، عايزينها سادة يعني، أو عايزين حابين طعم الليمون فيها ماشي، أوكي. وعندي مكعبات تلج، دي حسب الرغبة برضو، وشرايح ليمون، وأنا هضيف عليها الصودا. أنا هحط دلوقتي رمان مع فراولة، مش هعمل فراولة بس، شوية رمان برضو باقيين عندي كده حلوين. خليني ايه احطهم مع الفراولة الحلوة دي، وانا هنا مجهزة الكاسات حاطة فيهم الصودا اهي، مية الصودا فاتحة جدا خالص عاملة زي المية اهي. وهاخد كده الفراولة والرمان. انا مش عايزه احط معاهم سكر ولا عايزه احط حاجه خالص، لان اوريدي الصودا فيها نسبه سكر، هذا كافي. هضربهم بس مع بعض كده وايه، وهزود بقى الصودا. عايزه الصودا زياده. خليني هحط الصودا دي، دايما تفتحوا الفويل غلط كده، هنا وهاخد شويه من العصير ده. انا حطيت شويه من الصودا معاه هنا، ريحته روعه، واضربوه كويس قوي. وبعدين منعش جدا مع مكعبات التلج هيبقى حلو قوي. اللي عايز يعمل ده بشربات بس من غير الفاكهه الطبيعيه، بس انا حبيت استخدم الفاكهه الطبيعيه الحقيقيه، يعني انا بالنسبه لي الفاكهه الطبيعيه دي بتدي طعم وتست حلو قوي وغني جدا. يا ريت نهدى شويه، صوتك واصلني لهنا على فكره، مش هيفور. مش هيفور، لا لا مش عايزاكي تبقي كده، ما تتضايقيش، عايزاكي تبقي جود جيرل مش نوتي جيرل. ها كده، بصوا الجمال، ونحط واحد تاني الناحيه دي، وهنظبط بقى احنا السلطه، هنطلع بقى الطحينه شويه.